بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزف أسماء آيات الإجلال والإكرام إلى بقية الله في أرضه وحجته على عباده سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان في هذا الشهر المبارك، وإلى أمتنا الإسلامية لا سيما المراجع والعلماء، وكذلك التهنئة مقدمة إلى أعزائي الإخوة أبنائي إخواني وأخواتي وبناتي في هذا الاحتفال المبارك. ثم أجدد القول فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيئت مقتطفات تحسباً لما يقتضي المقام من خلال إطلالة الأنوار المباركة في هذا الشهر الكريم. فمن هذه المقتطفات أبتدئ بمقتطف من قصيدة إلى أم الأقمار السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، على شرف ذكرها: صلوا على محمد وآل محمد. فهذه القطعة: بهدى جمالك دارت الأفلاك، وبظل عرشك طافت الأملاك، يا من سبيلك عزة وهداية، وبغير ذلك ذلة وهلاك. أوصيتنا في حب آلك منهجا لله دون قبوله الإشراك، وإلى مودتكم يا آل الله، وإلى مودتكم دعانا ربنا، من حاد عنكم كافر أو جاحد أفاك، فعليكم صلواتنا مرفوعة، يا من بحبكم سمى الإدراك. طبعاً ما أدري أنا مدولغ، ما أدري أنتو، آخر شيء قلت فعليكم صلواتنا مرفوعة، يا من بحبكم سمى الإدراك. ومن باب العبرة رحم الله والدي أقول: تقواك زادك في المسير، تقواك زادك في المسير، وهناك تقرير المصير. اعمل بإخلاص تفز عند الورود أو الصدور، في ظل آل محمد لا تخشى داجية القبور، فهم النجاة من الردى، وهم الأمان لدى العبور، فعليهم صلواتنا تعلو على مر العصور. وكذلكم إلى الأقمار: هنيئاً لأهل البيت في خير مولد، فقد حل في شعبان صبط محمد. بس طبعاً الصلوات على وزن ما يتعلق بذكر صبط محمد، حقيقة صلوات مرجرجة، لازم أعلى صلوات. هنيئاً لأهل البيت في خير مولدي، فقد حل في شعبان صبط محمدي، تنور شعبان الكريم بفرقد بجنب نجوم مشرقات التوقد، إلى جنب إشراق الحسين ونوره أطل سنة العباس في غصنه الندي، وفي مولد الصبط الملائكة هللت
وكبر جبرائيل قبل التشهد، وبارك زين العابدين بلطفه، حسين بحال في الولادة أسعد، ومن قبله قبل الإمام زين العابدين، ومن قبله سر الحسين بنهجه علي أخي السجاد غرة أحمد، وفي حبهم وفي حب أهل البيت تعلو صلاتنا على صفوة الخلق النبي محمد. بصراحة هاي الصلوات وزن، بارك الله بكم. فهذه الأخرى راح أقرأ قطعة إلى سيدي ومولاي أبي الفضل العباس. أنا كان بودي بالبداية، بس ردنا لكل وردة رائحة وليروح جمالية فرض رونق الاحتفال، لكن ربما كدغدغة مشاعر، يعني كإشارة بين هذين القطعتين اللتين سوف أتلوهما عليكم أعزائي، كان هناك إشارة حقيقة، ليس لي إلا أن أتوجه على مستوى ما يتعلق بما هيئته أفضل، وإلا أحياناً هناك حساسيات يا للأسف. يعني كان بودي تعليق الحساسيات ليس في مكاننا، لا بصورة عامة، كان بودي تعليق يعني مختصرة على إشارة لأخي العزيز سماحة الشيخ حيدر الكاظمي في كلمته الهادفة، ونحن بحاجة إلى هذا التوجه. وكانت الإشارة مني حقيقة، يقول إلى متى نبقى مع القال والقيل؟ أنا معه، لكن الإشارة التي أقولها، شيخنا العزيز الكل همه العراق، ولكن إذا كان رب البيت في على كل حال يعني في الطبل ناقراً، لا أستطيع أن أقول سوى أن الله يهدي قومنا، فإنهم ربما يتجاهلون، لا أقول يجهلون، وقد تركوا بعض أمهات يتامانا حول القمامات التي يا للأسف أحيانا بصورة لا أستطيع أن أرى، فأغير القناة إلى مكان آخر. أين غيرتنا أيها الأعزاء؟ وإذا كان هناك طمع لبعض الساسة، ما بالكم؟ أين صرتم؟ أما تخجلون؟ تعدت الملايين المليارات، وأنتم ترون في أعينكم وأمهات بصائركم هذه الكوارث التي تندى لها أو يندى لها جبين الوحوش الكاسرة. فانتهت، ليس الكلام حول أخي العزيز سماحة الشيخ، كلمته هادفة، لكن دعاني أن أتوجه إلى حقيقة أنين موجود في حنايا صدورنا، ونحن نترقب ونتطلع إلى فجر صادق، ولكن يا سبحان الله كل فجر نراه وإذا به خلب فجر كاذب. اللهم عجل فجر سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه القطعة موجهة خطاب إلى سيدي ومولاي أبي الفضل العباس، أبا الفضل، يا سر الولاية للإنس وللجن في غرة العرش والكرسي، ويا سامقا في النور في العرش تارة وفي الأرض أخرى للهداية كالشمس، ولدت وأملاك السماء ترتل بياسين، والإنسان والليل والشمس تبسمت الآفاق زفت بشائرا، ملائكة الرحمن في بهجة القدس بك الكون يا أبا الفضل غنى، والنجوم تراقصت وبسم وجه الليل للقمر الإنسي زهى
شهر شعبان النبي محمد بيومك يا طهر مطهر عن رجس أبا الفضل يا روح النبي وفاطم وحيدر والسبطين بالروح والنفس ولدت وفي صدر الحسين حرارة من الشوق يا فخر البطولة والبأس. أحسنتم كثيراً مولاي. القطعة الأخيرة قبلها إشارة إلى نعمة نحن بها، ما لي سوى حب النبي وآله فالحب نعمته ستبقى دائمة. نحن نوالي من يوالي حيدراً ووديعة الهادي الزكية فاطمة، فعليهم صلوا ولا تترددوا، صلوا صلاة بالمودة قائمة. والله عاشت يدك أبو زهراء. يا ربنا قلبي بحبك أزلفا، وعزمت أن أحيا وفياً منصفاً، وكذلك الأعزاء. الله يبارك بكم، إن شاء الله يجعلنا جميعاً من الأوفياء إلى آل محمد، ولا سيما إلى ولي نعمتنا وأمرنا المولى صاحب العصر والزمان. يا ربنا قلبي بحبك أزلفا، وعزمت أن أحيا وفياً منصفا، أدعوك بالأطهار أصحاب العبا آل النبوة والفضيلة والوفا. اغفر لنا يا غافرا يا راحما كل الخطايا الظاهرات وما خفى. يا ربنا صلي على خير الورى وفروعه أبناء بنت المصطفى. حجي ما أطيل عليك هاي القطعة الأخيرة وأسألكم الدعاء. طبعاً حج سين ما أعني أحد، تدرون الشعراء يقولون ما لا، في ذمة الأيام كنت الأول صوتاً تذب عن الحسين مجلجلا. يا أبا الفضل العباس، في ذمة الأيام كنت الأول صوتاً تذب عن الحسين مجلجلا، فيك اعتقادي بالشدائد راسخ، قد يحسبوني في هواك مظللا. الأنبياء كواكب وأراك في ما بينهم بدراً منيراً أكملا. الأنبياء كواكب وأراك في ما بينهم بدراً منيراً أكملا. كبش الكتيبة لولاك لم تكتمل وراثة الأنبياء، كبش الكتيبة يا مكلل بالوفا، كنت المعد لكل هول أو بلا، فبك الكروب بكربلاء تكشفت، وبك البلاء عن الحسين قد انجلى. يا كافل الحوراء كنت لقلبها سكنا، إذا نزل البلاء وأقبلا، يكفيك فخرا إذ دعاك المرتضى. عباس يا ساقي عطاشا كربلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.